وانا سنتين. وانت سنتين بتلعبي كوره؟ انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ زملكاويه. يا نهار ابيض زملكاويه. ماشي. قولي لي اكتر حد من اللعيبه بتحبيه مين؟ هما اتنين. ايوه امام. ايوه زيزو. كابتن امام وكابتن زينو زيزو. ونفسك تقابليهم؟ قبل التصوير قلتي لي انا نفسي اقابلهم. مثلك الاعلى مين؟ بابا وماما. وفي لعب الكوره كريستيانو رونالدو. مين؟ كريستيانو رونالدو. ايوه بقى قولي لي بقى يا ستي مين اللي دربك الكوره ومين اللي لعبك؟ اخويا الكبيره وكابتن هشام. كابتن هشام علام. انت لعبتي عند كابتن هشام مراني وانا صغنونه. وانت صغنونه. هو اللي مربيني برضك. ماشي قولي لي انت بتلعبي اللعبه دي؟ انت مش عارفه ان اللعبه دي لعبه ولاد؟ عادي هي على فكره في ولاد وبنات بيلعبوها عادي. عادي يعني البنت زي الولد؟ هي مفيش حاجه اسمها ولاد وبنات. ايوه دي رياضه والرياضه مفيده للجسم مفيش حاجه اسمها رياضه ولاد وبنات يعني. بس الكوره لعب الكوره ده طول عمرنا نسمع ان الولاد هم اللي بيلعبوا كوره. يمكن عشان كان زمان يعني جايين جداد يعني بجهزه كده. احنا يعني متعودين عليك ان دايما معاك الجديد ومش اول مره نشوف الحاجات الحلوه. بس ما شاء الله البنات اعمارهم لسه صغيره وما شاء الله بيلعبوا حلو. عشان كده انا ضميتهم معايا في المجموعه. مش متخصص قوي بس انا لما بلاقي موهبه بدخلهم مع وسط الولاد بيتدربوا عندي في الاكاديميه. قول لي بقى يا كابتن انت شايفهم ان هم موهوبين الاثنين؟ ما شاء الله في واحده بتتعلم واحده موهوبه فعلا اللي هي جانا الصغيره دي الصغنطوطه دي. عندها موهبه لان اخوها اصلا كان لعيب عندي وكان بيلعب في الانتاج الحربي. قول لي يا كابتن ملاحظه ان في الفتره الاخيره البنات عادوا بيتجهوا ان هم يلعبوا كوره. الموضوع ده الاتحاد الدولي ابتدى يهتم وابتدى يفرض الدليل على كده ان الاهلي والزمالك ما كانش فيهم بنات ابتدى يعملوا فرق بنات. كان الاول مهمله لان الاتحاد ابتدى يحط شروط معينه ان فعلا في اولمبيات وفي دوري ليهم كاس عالم وكلام ده فابتدت تظهر من عندنا في مصر. شايف جنى الدنيا معاها ايه؟ لا هتبقى لعيبه لان قلت لك اخوها اصلا كان موهوب ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه. انت بتبدا ان انت تدربهم؟ طبعا بدربهم ولاعبهم تقسيمات مع اللعيبه بتاعتي مع فوست الولاد. وكان عندي قبل كده بسان تلعب في منتخب مصر وبنت رنا برضو نادي وادي دجله مديتهم وادي دجله. انا عايز اعرف سريعا كده اللي طلعوا من تحت ايديك طبعا اجيال وناس بقى كتير بقى الشرقيه. نصر المانسي ليه كتير جدا مش هنحسب. انا بحب احمد القطاوي عشان تمريناته وكل واحد بيستفاد منها. بتقول لي هو اللي مربيني. بقول لها كابتن هشام بتقول لي هو اللي مربيني. طلع من تحت ايديك كابتن منسي ناصر منسي واحمد الالفي واحمد القطاوي ورمزي خالد وهاب سمير وايمن شحته وعبد الفتاح دروجبه. احنا لو قعدنا لغايه بكره كتير اكتر من 300 لاعب من عندي في المعار معروف الحمد لله على مستوى مصر ان انا بطلع ما شاء الله. ربنا يديك الصحه يعني. يا كابتن هشام ودايما كده تطلع لنا الحاجات الحلوه دي. ميرسي ليك. يلا يا بنات وروني البنت زي الولد. يلا مش انت بتقولي البنت زي الولد؟ اوه يا فنانه شجعوها بقى. الله يا جنى صفرتين كده اي حاجه يعني زي ما حضرات